البارح خرجنا معطلين شويه حيت ما عرفناش الوقت ماش الكلوب كيسدو مع داك التخرج على وقت زعما كان باقي نفس الوقت. خرجنا شويه معطلين ولقيناك ماشي ساد. دابا حنا غادي كنجريو خاص دابا حنا شويه معطلين غادي كنجريو معطلين ما كاينش بحال البارح. البارح كنا معطلين كاع غادي نمشيو نشوفو مرجان حيت الصراحه كتخصنا بزاف ديال الحوايج ماكتلقاوش في الحانوت فغادي نمشيو لمرجان. انا صاري مخر غادي نمشيو لمرجان دابا وانتوما معانا حنا راه كنخرجوكم دابا بالشفول الا شتو غنستطرت الحليب في الثلاجه راك فوجتو راه بغينا نشوفو حنا غير بسكه محطوطه عند مول الحانوت يا ربي نشوفو غا ريغليزا البوليس البراجات يعني الدنيا هنا مراقبين البراجات فين ما كدوز كتلقى براج صدعتينا صاحبي فين ما كدوز كتلقى براج كيوقفوا كنشوفوا الورقه. حنا بجوجنا عندنا دابا الورقه حيت فين ملي كنرجع خدم كنت انا صوبت الورقه باش انا مابقى نخرج نتسخر ملي كنخدم سيمانه وصافي وكنجي العيد وداكشي وعاودنا برك واحد الحراره يا خوتي. نشريو شي بانيو كبير بالبانجا خوتي شحال بتاعو شي بانيو كبير بانيو حنا طالبين السعاده يبركوا هكا ويبركوا الاخر كملوا فيها رجلينا بيضا تبو شويه ملحه تخيلوا بحر صابلات ايام كنا كنتعفروا في اللي خرج في اللي ناري انا ديما ناري في اللي خرج في اللي خرج دابا وليت مشي تسخر مشي تسخر انا خليك ارتاح ارتاح انا ديما كنكري اسمي مشي في اللي خرج كنا عافيتينا باغا نبقى متكي بيتوتي المشكل كيولي كيطرى ليا ملي كنكون دايره الماسك وتليفوني ما كيبقاش باغي يتحل ما كيعرفش ما كيقراش الملامح كاملين كنضطر انني ندير الكود. هيا بينا بالي قبل ما ندخلو كيقلبوا واش فك السخانه ياك ما ضربني البرد انا في السخانه هذا كدير كتشدو مرة مرة في الليل انت تموتي تبقى تعطف علينا في الليل واش هاد بغيتي نقولها لهم بغيتي نقول لهم في الليل يبقى تيعطس فيه حساسية لا نقولها لهم دابا ما سقلتي ما يجيو يعبروا لك إذا سيداتي سادتي وصلنا لمرحلة أننا خصنا نتفكر شنو خاص ما أنا واعرة ما كنكتبش راه حنا باقيين عايشين بلو ما كيتقداو في بلاصتنا ما نكذبش عليكم عرفتي شحال سفيان مانع عليا اندومي ولكن صافي طفح الكيل فينك هاتي الدجاجه جهز ليا حتى انت كتهز كيل 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 برحني برحني اندوميات شوف خصكم تعرفوا انا ما كناكلش بزاف د الحوايج جبنا شي وحيده صافي راه مزيانش هادشي كنقول زيدني وحيده كتزيد لي جوج الخير الخير عرفتي شحال ما كليتهاش راه واحد الموت او باك كاع واحد الموت قول لي هذا حتى مجموعه باش باش اللي يكونوا في قلب من داكشي اللي زدتي ليا قد قد صافي قد قد يا عرفتي شحال هو مناء عليا كنتي صافي لما قتلتناش هاد الكورونا ما عندها ما تدير لنا اندومي وانا كناكل هادي الدجاج كتعجبني حتى ديال الخضره مره مره مي ديال الدجاج ما داق الدجاج دابا شنو كوكا انا كنقولش لك على كوكا لا ديال ديال صافي كنقولش لك على كوكا لا كنت غنضرب كيما سقات عرفتي سبحان الله الشيء اللي ما كيشربش الماء بزاف ما كندويش على سفيان انا هو اصلا ما كيشربش هذاك هذا اوغ سوجي اللي ما كيشربش الماء بزاف بغيتي تبدا تشرب كناخذ كنشد هو سبحان الله ما عرفتش انا واش ديك القلات هي كتشرب معايا ملي كنكون فيها بوديزا لاحظت انها ولات كتسالى دغيا رجعوا داك هاواي غير وحده قرا وحده ما عنديش مع مناضه بزاف كنكب بوديزا الماء ديال 5 لتر وصافي حلوا لهم الباب في الدوما خوفي جيتي بحال كنت كنكري. أمسي حسن سير تكلم
قلت لكم كنكب هذيك 5 لتر في البوديزه ديال الماء ما كدوش لي دغيا بحال دابا قلتي كنبقى نشرب حيتاش فيها الروبيني كتجيني ساهله كنمشي كنحل الرق كنتخيل راسي بحال كنحل الروبيني الرق دغيا كنعمر الماء كنشرب هاد الكورونا دارت مزيان ولا كيتقدى انا كنامر زيد تفضل زيد صافي حيت ما كناكلوش خضره بزاف تيبقى يخسر كتاكل انت خيار زيد يلا ايه اش بقيتي كدير هنا ايه عندو الزهر دابا مع داك الماكس كنهضر مع امو قلت لها حدايا شحال دايرين وشحال دايرين الخضره قالت لي راه زايدين حداكم بزاف باش نمشي حدا مامو وناخذها حتى هنا لقيتهم زايدين عندك الزهر مابقاش ندير لك ايه الحمد لله زوج الكتاب كنشوف ماك دور يوغي كيسيلو وليش قال لك ابارامون غادي يحل نهار الاثنين ولكن غير ماك درايف يعني نهار الاثنين دابا الى حل بلاش نهار الاثنين الى حل ماك درايف كلشي غيهجم عليه مالغري يكون باسل غدا يسربونا ويعطيونا ما ديري ليه اصلا انا بغيت دابا انا نورمالمون كناكل غير ماكش غير تشيكن ميتيك ودابا مع تا ما شحال ما كليتو وباغا لي نوغيت وباغا كلش من قبيل وانا نتشهى عليه نوبتي نوبتي وا يديك ماشي مشكل رجل خايف على راسه شور 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 يخرج وداك درتي شويه تفرجع دابا ما عرفت فين غنلقاو الطوموبيل نلقى الاول راي شتي انا الاولى لا لا ما لعبنا وين واحد صاد 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 اذا دابا غادي نصوب لكم الرايب انا غنقول لكم يجي بحال الخرافه غادي نعاود عليكم والبارح باركه دابا انا من داك النوع اللي كنصوت في السقاطه سفيان ما تغوتش كنصوت في السقاطه سفيان لعب ببجي كنت في كوزينه من شي قلت ما كاين حتى شي دانون ومريم داك النهار قالت لي راه صوبات الريب وجا زوين قلت انا نقول لها تقولي كيفاش صوباتو حيت بقيت عاقله على الحليب قلت لها مريم كيفاش صوبتي الريب وطاطا هي تقول لي كتشتي الريب كتشتي مع واحد دانون ضروري دانون قالت لي دانون فاني ونقول لها واش ضروري دانون قالت لي ما عندكش دانون فاني اي دانون قلت لها ما عندي حتى شي دانون راني ست فيهم كاملين وهي ما هي عارفاني انايا ما فاش كنا كنباتو بجوج كتنوض الصباح ما كتلقى حتى حاجه السقاطه كامله كندوز فيها دونك انا غنقول لكم الوصفه ديال الريب خلا سفيان قال لي دابا انت باغا تختارعي غتخسري الحليب والسكر ودانون باغا تختارعي باش غتصوبي لينا الريب كيدير 2 دراهم ولا 2 دراهم ونص كيختار عندنا شي حاجه شي بيك تيستي كيدير كدا 60 درهم صوبي لنا ب 20 درهم انا بغيت نصوب الريب راه بنادم كيبدا بهذا الشيء كتشدوا الحليب انا درت نص سيترو الحليب هي ما قالتش لي شحال بالضبط مي بون غالبا ما تكونش نص سيترو الحليب وكتفيضوه حتى كيفيض مزيان وكتخليوه يبرد على خاطرو يدفى ماشي يولي بارد ولا غير يدفى شويه وكتحيدوا ليه الفراره ديالو وغنزيد عليه دانون فاني دانون فاني عاد قلت لكم هذا ضحكوا لي بقيت كنشوف الدانون مع هو اللي بقى عاوتاني اليوم وانا نقول واش نصوت فيه دابا ولا نصوب الريب غيخرج ليا بزاف ولكن حتى الغدا عاد غادي نقدر ناكلو قالت لك اسيدي كتزيدو دانون وكتحركو مزيان والسكر قالت لك على حسب الذوق ديالكم
انا غندير واحد 3 المعلقات 3 خرج الحبه كتحركو مزيان ومن بعد غادي نديرو ديرهم في كويسات ولا ديروهم في انا درت هاد الجبيبينيات بحال هكا ولا شوفو نتوما اللي بغيتو اي حاجه بغيتو تقدمو فيهم وغادي نغطيوه ببابي الومنيوم وغادي نكملوه اسيدي هو عنده شهر 12 خصو يتكمل غادي نشدو غادي نغطيه بمانطا مزيان هي قالت لي عندك جوج ديال الاختيارات سوا حيت انا شي درت بحال غطيت بابي الومنيوم وغطيتو بمانطا وبليس بحال على مزيناتو قالت لي سوا غديري بحال هكا سوا قالت لك كتشدي عاوتاني وكتدخليهم بحال في الفران وماشي كتشعلي عليهم الفران لا ديجا ديري الفران يسخن على حرج هادو تيسخن الفران مزيان وطفيه وغطيهم بابي الومنيوم ودخليهم الفران صافي حطيهم حتى الغبلي عاد قل عاد حلي عليهم انا تفادي لي المشاكل ديال الفران وداك الشيء غندير بحال هكا صافي غادي نكبهم في الطويسات ونغطيهم بابي الومنيوم وغدا نطلعو عليهم يا بنين حنا غنشوفو بنين غنشوف واش غادي يبقى فيا داك دانون اللي ضيعت لا ما غاديش ندم غنبقى ندير هاد الوصفة انا كيعجبني الرايب ديال دوك الطويسات داك اللي كيدير جوج دراهم داك اللي بحال كنا فاش كنا زعما صغار ماشي صغار في ايامات الليسي كوليج صباح كتمشي تدمو الحلابة وكتاخدو كتقول لي شوية شوية كثيرو هاكا إلا كنتي دوزتي هادشي ما كاين ما نديرش هادشي خصني نجيب باش نمسح الطابلة دونك دابا غادي نجيب باش غادي نغطيهم وغادي نكمد عليهم خليكم معايا نيت عندك هاي نوض سفيان ما عرفتش هادشي شنو هو جاب ليا المانطا هادي النكتة تارا تدا غنخليهم بحال هكا دونك حتى غدا ان شاء الله عاد غادي نقلبهم ما عرفتش واش غادي نقلبهم نوريهم لكم في الاخر ديال هاد الفلوغ ولكن غيبغي سفيان يدير لي المونتاج ما يمكنش نديرو حتى غدا دونك في الفلوغ الجاي في الفيديو الجاي غادي نوريكم الريزلت هي الاولى غنوريكم نقول لكم ها كيفاش خرج لي الرعب باش الا صدق الصراحه نقول لكم جربوه مريم صدق لها 100% صدق لها هي صدق الراجل حتى هو صوب وخف في كندا المهم الا صدق غادي نقول لكم 100% صوب الا خرجت لي شي حاجه ماشي هي ديك راه نقول لكم المهم نعاود نسولها واش خصني نحرك بزاف ولا شي حاجه المهم انا غن حاسه انه غيصدق لي يا ربي صدق لي حيت بغيت ناكل غدا هذا ما كان دونك هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا كنبغيكم بزاف 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 شكرا على التتبع ديالكم شكرا على الدعم ديالكم الناس الجداد اللي باقي ما فاهمينيش وباقي ما عارفينش زعما الطريقه الضحك ديالي وطريقه الهضره ديالي كنقول لكم ماشي مشكل مع الوقت دابا نتفاهموا ابارسا نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي هذا هو الفيديو ديال اليوم بيزو لكم كنبغيكم بزاف وباي.